بيان سور، لان عرفتي شنو هذا الشيء كيعني ان كاين واحد المحبه، كاين بان كاين الناس كتعاطف، يعني بقى الرحمه في الناس. هذا الشيء راه مهم بزاف. انا بالعكس انا بحال هذا الشيء راه مهم بزاف 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 بزاف. يكون واحد ضعيف وكل شيء يتعاون معاه ويفرحوا به، بغى يدير عرس مرحبا والف مرحبا، علاش لا؟ هذا هو الحب اللي خص يكون، هذا هو المسلم الحقيقي، هو اللي كيعاون خوه المسلم. حنا خصنا كلنا دائما نكونوا هكا دائما في اي حاله وفي جميع الحالات. يعني قد ما كتضامني مع الواحد راه كتحسي بواحد السعاده لا توصف، سبحانك يا جليل. فانا بالعكس انا مع هاد الناس هادو ومع هاد الاشكال هادو. كل واحد كل مره يتعاون واحد لو كوبل ويجوزوهم ويدير لهم عريس ويفرحوا بيهم علاش لا؟ علاش لا؟ انا بارطون انا كنت انا عيطوا لي مرحبا والف مرحبا بيان سور على عيني وراسي. الله يا ودي ما عرفت ما عنديش المام كبير، ما عرفتش شنو الجدوى منه زعما ا لون تيرم. فكنتمنى لهم كل الخير، وما عرفتش زعما لدرجه ان الامر ياخذ هذا الحجم كله ديال الفنانه. انا سمعت على اكس 1 ان 1 سمعت عليها، ولكن العرس ديالو ما فراسيش، ما نقدرش نعطيك يعني هكا ما فراسيش هذا الموضوع. والله يسهل عليا، يعني انا السيد انا ما كنعرفوش يعني بيرسونيلمون، انا غير طلطيش كلام كيف ما كيقولوا، داكشي شي حاجه تشناهم. انا باش ما نكذبش لك انا ما متعمقش بزاف، ما عارفش ليستوار فين وصلات. هي اي حاجه فيها الخير واي حاجه فيها انسان كيساعد صاحبه ولا صديقه ولا الاخ ديالو ما فيها باس، سي شوز بوزيتيف. يعني بالعكس كسوا هذاك الشخص ولا ناس اخرين، راه المساعده راها مزيانه، وانسان اللي دار الخير راها مزيان، واي حاجه كتحسب عليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.